بعد نهاية قصيدة الأمس، عفواً مباراة الأمس في الشرائع وتتويج الهلال بلقب بطل كأس ولي العهد، كلفت لأبحث عن نجم نتوجه في برنامجنا كنجم للمباراة. بدأت بالبحث ووضعت مجهري على لاعب الهلال واحداً تلو الآخر. مجهر، أي مجهر هذا؟ بل قل نظارة واقية تحميك من ضوء فنون الهلاليين، فرؤية الشمس لا تحتاج إلى مكبر. عفواً على المبالغة، ولكنني وبصراحة رأيت ما يستحق. وعودة على نجم المباراة ورحلة البحث عنه من الدقيقة الأولى التي بدأتها من المرمى الهلالي، وجدته كثقب إبرة بوجود حسن العتيبي. أمامه مباشرة هوساوي والمرشدي، اللذين تصديا لكل ما هو خطر وبكل أناقة. إلى الأطراف، الكوري والزوري جعلا من الملعب دائرة مغلقة أحاطوه من كل مكان. وللوسط قصة أخرى، محارب روماني اسمه رادوي، مركز تحكم وماكينة توزيع ومدفعجي دقيق. أحمد الفريدي العريس الجديد، موزع معتمد للثقة بالنفس والكرة السهلة. أما محمد الشلهوب فمجموعة لاعب وحزمة ألقاب. ويلهامسون، ماذا تفعل يا رجل؟ أتعبت من بعدك. العابد والدوسري والفريدي، إنهم مثلث الرعب الهلالي. أخيرا وصلت إلى الهجوم، ياسر القحطاني، أحمد علي، عيسى المحياني. باختصار، كل واحد منهم فريق لوحده. اعذروني، فكلما أقول أنني انتهيت من عد النجوم أجد نفسي أبدأ من جديد، لذا سأتوقف لأقرر أي هؤلاء يستحق نجومية مباراة الأمس. إنها مهمة صعبة. آسف، لقد عجزت عن اتخاذ القرار. حينها تذكرت حديثا من الأرشيف الجديد، نعم تذكرت، إنه صوت رئيس الهلال الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد وهو يخاطب جماهيره. أعدكم بأن لا يكون هناك نجم واحد في الفريق، بل ستكون النجومية جماعية. هنا توقفت عن البحث، بل قولوا تعبت واحترت وسلمت. نعم، هكذا يحدث معك إذا بحثت عن نجم في كوكبة نجوم. إنه الهلال، الفريق النجم، والنجم الفريق.